في حاجة بتحبها في حياتك يا بنت قد دي؟ أم لبنى جهزي الرهان عشان بنتك مروحة معايا هي والعيال. جت حشر بوزك كده ليه؟ وانت ماسك دماما كده ليه؟ انت مالك يا جدع؟ انت مراتي انا حر فيها، امسكها انا براحتي. بس يا عم انا مالي. قررت اكسر وصية ابويا، هدي اخواتي نصب، هعمل بوصيتي بقى وربنا يسامحني. طب والله هيسامحك، ده عين الحال يا رضوان. هو ده الصح يا لطفي، ياخدوا فلوسهم ويعملوا اللي هم عايزينه، هم الصغيرين يوم ربي يحاسبهم. بس عشان ضميري ما يأنبنيش هسه شويه على عادل اخويا، مش عايزه يضيع فلوسه على الهباب اللي بياخده ده. حصل يا فتحي.